ولسه بنكمل مع حضراتكم فقراتنا في ست الستات، وصلنا للفقرة الطبية. والحقيقة أن الاهتمام دايما بفكرة توفير الفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، سواء من خلال مصادرها من الأكل والشرب أو من المكملات الغذائية، ده حاجة مهمة جدا. وعلى فكرة ما بيعتبرش أبدا شيء يعني جانبي أو ترفيهي أو رفاهية زي ما بنقول، لا، لأن نقص الفيتامينات في الجسم ممكن يترتب عليه زي ما عرفنا نتائج كتير قوي قوي صعب السيطرة عليها فيما بعد. خلونا نعرف أكتر إيه الأضرار اللي ممكن تحصل لجسمنا أو لجسم الإنسان بصفة عامة نتيجة نقص الفيتامينات. وضيفتي أكيد أنتوا عارفين هي دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز. دكتور دينا برحب بيكي ومبسوطة أنك موجودة معنا كالمعتاد في ست الستات. حبيبتي تسلمي لي، ميرسي يا دينا، جدا جدا. دايما بتكلمينا على أهمية الفيتامينات، النهاردة عايزين نتكلم هل موضوع الاهتمام بالفيتامين، يمكن حتى قبل ما نبدأ الفقرة بسألك على الفيتامينز مختلفة وناخدها ازاي وايه افضل طريقة، هل هي حاجة مهمة؟ هل ممكن تعمل لنا يعني اثار جانبية سيئة لو مش موجودة في جسمنا الفيتامينات دي؟ طبعا، يعني بنسبة كبيرة جدا جدا ممكن يحصل اثار سلبية كتير نتيجة عدم وجود الفيتامينات في أكلنا أو في المكملات الغذائية. مهم جدا 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 يوميا نعرف إزاي ناخد فيتامينات ومعادن من الأكل. يا جماعة الأكل اللي مش كفاية، لا جدال لا جدال ان احنا نلجأ للمكملات الغذائية. الموضوع مش ترفيهي، صح، الموضوع أساسي جدا. يمكن بتلاقي كتير جدا عندهم مشاكل مش عارفين انها المشاكل دي نتيجة نقص فيتامينات ومعادن. يعني مثلا من اهم المشاكل تقلب المود، يبقى ما عنديش حاجه مرضيه تستدعي الدكتور، بس مودي مش حلو، مش مظبوطه متوازنه، مش لازم نشوف الفيتامينات والمعادن بتاعتنا. ممكن مثلا يا دينا ما عنديش نشاط، بصحى من النوم بفطر وعايزه انام تاني، كسل، أرق في النوم، يعني النوم متقطع. عندك مثلا لو عندي تنميل في الأطراف، ده غير بقى قصة الأنيميا. الأنيميا حاجة تانية، بنحتاج حديد وحاجات، لكن ممكن ساعات بتلاقي وغز، اللي هو الوغز اللي زي في الأطراف، شكشكة في الإيد والرجل، بيبقى من أحد أعراض نقص الفيتامينات والمعادن. طبعا احنا شايفين يا دينا هي نقص الفيتامينات والمعادن بتعمل ايه في الجسم. خدي بقى عندك كل الحاجات دي، ضيق النفس، التعب، الارهاق، ضيق النفس. لو هتكلم على الشكل constipation ممكن يحصل، طبعًا امساك طبعًا، ممكن يحصل طبعًا. يعني الجهاز الهضمي مثلا، معدن المغنيسيوم مهم جدا جدا لليونت الانتستين، الامعاء. صح. الزنك مهم جدا جدا للمعده. احنا في ايام الزنك، أيوة. يعني نطلق عليها ايام فيتامين سي والزنك عشان المناعه كمان بتاعتنا. من اهم الحاجات اللي لازم ندركها ازاي نعزز جهازنا المناعي. كلنا بنعمل حاجات بلا استثناء بيترتب عليها نقص في المناعة. لازم نعزز جهازنا المناعي، ان احنا ننام كويس جدا، ان احنا نحاول ان احنا نعمل كنترول على اعصابنا، ان احنا لو حصل وجالنا برد او جالنا اي فيرال انفكشن، ما ينفعش ان احنا نعاند مناعتنا. احنا اصلا وقت ما بيجي لنا برد او حاجه بتلاقي انك انت طاقتك اصلا ضعيفه جدا، بتقولي ايه جسمي مكسر، همدانه، طبعا الام في العضلات، وكل وحاجات كتيره جدا. فلازم برضو نعرف احنا نعمل ايه وقتها. ما ينفعش ان احنا ننزل، ما ينفعش اللي هو ايه، لا انا مش هستسلم للمرض، لا خلي استسلم وخلي مناعتك وكرات الدم البيضاء تشتغل والحاجات دي كلها. ساعات نقص الفيتامينات والمعادن بتلاقي الشعر تالف، الشعر طبعا. احيانا من اعراض تساقط الشعر نقص البيوتين مثلا، نقص الفوليك اسيد، نقص فيتامين بي 12، لكن مش كل مشاكل تساقط الشعر نتيجة فيتامينات، عشان الناس بس اللي بتتفرج عليا ما تدخلش كل حاجة في بعضها. صح. عندي مشاكل مرضية لا غنى عن الدكتور. يعني مثلا تعب الغدة، خمول الغدة الدرقية، انا لازم اخد ثيروكسين. عندك امراض مناعية، في حاجات هرمونات وفي حاجات طبعًا فيتامينات وادوية. يعني وأدوية طبعًا. امراض الخلل في المناعة لما بيجي يحصل المناعة بتاعتي البصيلة بتاعتها ما تبقاش فيها خلل، بدل ما تروح تهاجم مثلا الفيرلز والبكتيريا، تروح تهاجم حاجتي، تهاجم شعري وتوقعه، تهاجم الجسم
ومنها بقى الشعر، منها مثلا حاجات كتيره يعني دايبيتك 1 تايب 1 برضو من الامراض المناعيه، عندك الهاشيموتو من الامراض المناعيه، عندك اللي هي الغده الدرقيه، عندك القولون التقرحي، يعني مش هتخلص حاجات كتير قوي مناعه. فلا غنى اي علاج لاي مرض ايا كان هو الدواء، روشته الدكتور دي رقم واحد. صح، دي روشته الدكتور رقم واحد. نيجي ندعم روشته الدكتور او ندعم الصحه وندعم المناعه بالمكملات الغذائيه، من احسن المكملات ومن اقوى المكملات الغذائيه ومن اقوى المالتي فيتامينز اللي نزل في مصر هو قلب مالتي فيت، او في ناس بتقول عليه اي ال بي، انا بحب استسهل وبقول قلب. اوكي، قلب مالتي فيت رائع للمناعه. لو هتكلم على المناعه، في فيتامينات مهم، في فيتامين سي وفي زنك، الاثنين موجودين داخل قلب مالتي فيت. مهم ان احنا نعزز مناعتنا اتجاه، مش عشان فيروس معين، حتى بكتيريا الانفكشن. صح، بننزل كتير، بناكل من الشارع كتير، ممكن يبقى في بكتيريا، في انفكشن في الاكل، وات ايفر. صح، اي تلوث، اي جرح، اي حاجه. بالظبط. وبالنسبه للجروح، الزنك بيساعد جدا على التئام الجروح. يمكن من اعراض نقص الفيتامينات، لو انا اتعورت ولقيته ما بيلتئمش، محتاجه زنك جدا ومحتاجه فيتامين سي. طبعا انا شايفه على الشاشه دلوقتي يا دينا، ده دي علبه قلب مالتي فيت. ولازم انوه يا جماعه الساده العملاء، مش لما نروح الصيدليه لو ما لقيناهوش بناخد بعضنا ونمشي، احنا ملناش بديل اطلاقا اطلاقا في اي صيدليه. اوكي، احفظوا الشكل، هو ده قلب مالتي فيت اللي انا بتكلم عنه، اللي بقول فوائده، اللي بقول ان الكبسوله الواحده فيها كل الفيتامينات والمعادن دي. فازاي هيبقى لينا بديل؟ ده فيتامينات كتير طبعا، من اهمهم طبعا، هو ما فيش هقول من اهمهم، لان كل واحد ليه دوره. فيتامين سي مهم جدا للمناعه، فيتامين سي اللي داخل قلب مالتي فيت مهم. هل في فيتامين بي كمان؟ كل بي بقى باسرته 6 9 12، كل مشتقات فيتامين بي مهمه جدا، لان الكوبالامين من اهم حاجات في الفيتامين بي، عشان هو اللي بيصنع لي كرات الدم الحمراء. لازم اعلي، عايزه اعلي مناعتي اعلي كفاءه الدم معايا. عندك الفوليك اسيد مهم جدا جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء، مهم جدا للشعر الفوليك اسيد، مهم للستات الحوامل، عشان هو اللي بيعمل على عدم تشوهات الاجنه. ده من قبل الحمل كمان، يعني طبعًا. لما تبقى ناويه انها يحصل حمل لازم تبدا بالفوليك. هو الدكتور فعلا اوتوماتيك من يقولها انت عايزه تحملي، من قبلها بشهر نبتدي ناخد الفوليك اسيد. عندي البيوتين، البيوتين من احد شعر وجلد وظوافر طبعا طبعا. عندي كمان فيتامين، وعندي الكوبر، النحاس مهم، الكالسيوم. الكالسيوم مهم، حكايه طبعا. والكالسيوم بينقص عند الستات كتير جدا، وبيحصل لها وجع رهيب في عظمها. دعامي جسمك بالكالسيوم، دعامي جسمك. الكالسيوم موجود في الالبان والجبن، البيض، الحاجات دي كلها فيها كالسيوم، ونقدر كمان نكمل التدعيم بقلب مالتي فيت. عندي فيتامين اي، مش قادره اقول لك قد ايه مهم كمضاد اكسده. كلنا بنتعرض للاكسده بلا استثناء. اي حد فينا انا يعني عارفه يا دينا، طول ما هقول ما ناكلش الاكل المسبك والمحمي، يعني اكيد اكيد يمكن انا على طول بقول اكل صحي، بس نفسي دلوقتي هفتني على بيتزا، رحت اكلت بيتزا مثلا. فلازم يعني ادعم بمضادات الاكسده، لان في اكل كتير ممكن يحصل، الزيوت المهدرجه، الزيوت الغير صحيه، الدهون الغير صحيه، كل الحاجات دي بتعرض الجسم للاكسده. وانس نتعرض للاكسده، الخلايا الحره هتمشي تبوظ لي الخلايا بتاعتي. فلازم يبقى عندي وعي ان انا اخد انتي اوكسيدنت. من اهم المكملات الغذائيه، المكملات الغذائيه اللي بتعمل كضد الاكسده، ضد الاكسده، هو قلب مالتي فيت. طب رائع. دلوقتي بقى يعني ده حمسني اعرف مين اللي ممكن ياخد قلب مالتي فيت، وهل كل الاعمار تقدر تاخده ولا في ريستريكشن على السن؟ ابتداء من 13 سنه نقدر نستخدم قلب مالتي فيت، كل الناس تقدر تستخدمه، واكيد مهم جدا. طب يستعمل ازاي كمان دكتور دينا؟ بيستخدم، هي قرص واحد او كبسوله، 1 كبسول بير داي، واحد الصبح. الصبح ليه الصبح؟ معظم الفيتامينات بتتاخد الصبح، لان انا عايزه اجدد نشاطي. فعشان كده بقول يا جماعه صحي كمان، صحي جدا. هنزل اشتغل بالثمان ساعات،
هاجي على بعديها بثلاث ساعات هلاقي نفسي نفسي اروح بقى، نفسي اريح. لا انا لازم اخلص، بدات نشاطي لازم اخلصه. طب ده يتاخد طبعا بعد الفطار، ما يتاخدش على معده؟ يعني اسمع دايما الفيتامينات ما تتاخدش على معده فاضيه. لا لا مش على معده فاضيه، لازم بعد الفطار بربع ساعه او بنص ساعه وات ايفر، بس كوبايه ميه كبيره، عشان هو الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء. فدي حاجه مهمه. طبعا لازم اقول يا جماعه السعر حلو جدا، دي يا ريت نحفظ شكل العلبه، العلبه نحفظ شكلها. دي ده شكل علبه الف مالتي فيت، ملناش بديل. 30 قرص خالص، 30 قرص العلبه بتكفي شهر. نقدر نقول كمان ان هو لايف ستايل، يعني التركيزات بتاعته ما بخافش منها. يقول لك طب التركيزات ايه، عشان انت عارفه لو حاجه عاليه او حاجه نقصت، تركيزاته في الامان جدا. التركيزات مش عاليه ان انا اخاف ان انا امشي بي لايف ستايل. السعر هايل، السعر متناول الجميع. موجودين في كل صيدليات مصر، في كل محافظات مصر، واوريدي انا مبسوطه لان الفيدباك بيجي لي انا على السوشيال ميديا بتاعتي البرايفت. رائع، طب فيدباك رائع. دكتور دين، احنا معانا يمنى على التليفون. يمنى مساء الخير. الو، انا مش سامعه يمنى. الو يا يمنى، الو. طب الخط قطع، حد مفيش ممكن تكلمنا تاني. في ناس كتيره بتسال عن، يعني هم بيبقى عندهم امراض مزمنه، الضغط، السكر، والامراض المزمنه دي، قلقانين قوي ان هم ياخدوا اي مكملات غذائيه ممكن تاثر على الامراض المزمنه. اخبار الف مالتي فيت ايه مع الضغط والسكر؟ قلب مالتي فيت هايل لأصحاب الأمراض المزمنة، قلب، ضغط، سكر، كوليسترول، بيمشي عليه مع الروشتة بتاعت الدكتور. محتاجين ان احنا طبعا ناخد الأدوية بتاعتنا كلها، لا استهانة بالروشتة الدكتور أبدا. وأقدر أدعم، ما عنديش مشكلة ان انا أدعم قلب مالتي فيت حتى من غير استشارة طبيب، لأن هو ليس دواء إطلاقا. هو بيكمل الأكل، بيكمل فيتامينات الأكل الناقصة فقط، فقط لا غير طبعا. واصحاب مرضى الضغط مثلا او الكوليسترول، هو اوريدي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره، فبيحسن لي مستوى الكوليسترول. طبعا الف مالتي فيت برضه بيقدر يحسن لي مستوى السكر في الدم، لا يتعرض اطلاقا مع اي ادويه، مع اي ميديكيشنز او اي ادويه. دايما بنتكلم على ان في فيتامينات يعني ما بيبانش اثارها في الجسم الا مع فيتامينات تانية. يعني عايزاكي بس تقولي لي كده قد ايه الف مالتي فيت بيساعد الفيتامينات مع بعض ان هم يشتغلوا. يعني ممكن اخد فيتامين مثلا فيتامين سي واقول هيشتغل لوحده، او اخد فيتامين بي واقول هيشتغل لوحده. هل ده صحيح؟ طبعا حاجه يعني بتشغل حاجه. طبعا يعني مثلا لو هتكلم على الحديد، كتير مننا بياكل الكبده والمصادر الحيوانيه. استاذنك دكتور دينا، يمنى رجعت لنا بس عشان الخط ما يقطعش معاها. يا يمنى مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ تمام الحمد لله. ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا يمنى، ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انت صوتك صغير قوي. صح، عندي 20 سنه. 20 سنه. طب قولي لي بقى مشكلتك، انت عندك مشكله ولا اوريدي استخدمتي الف مالتي فيت؟ لا عندي مشكله، مش مشكله بالظبط قوي، بس انا كنت عايزه اسال استفسار عن حاجه. يعني اتفضلي. هو انا ينفع يا دكتوره اخد تحاليل اعملها الاول قبل ما اخد مثلا المنتج او كده؟ يمكن يكون عندي نقص في مثلا او اكسده او فيتامينات مثلا، ولو الفيتامينات فيه كويسه عندي يعني ما اخدش بقى المالتي فيت. اوكي. طبعا يا اوكي، هرد عليكي حالا مع دينا دلوقتي. شكرا يا يمنى. مهم جدا قصه التحاليل، ما عنديش مشكله فيها، بس انا متاكده ان ناس كتير جدا عندها نقص حتى السن ده. اعتقد ان يمنى ممكن تكون بتاكل جانك فود كتير لان صوتها صغير وشكلها بتنزل شويه كتير. ممكن تكون عندها مثلا الاكل مش صحي، فاكيد لو انا عملت تحليل اكيد هلاقي معظم الفيتامينات عندي. بس هل الاكسده تبان في التحليل؟ لا الاكسده لا. انا بتكلم مثلا على فيتامين سي، نقص الفيتامينات اللي هي فيتامين بي كومبلكس، فيتامين د، كل الحاجات دي يبان من التحليل. يبان من التحليل اكيد. طب عندي اخر حاجه عشان المشاهدين بس ما يزعلوش اللي بعتولي في اسئله من المشاهدين. ياسمين ياسر بتقول كنت عايزه اسال ازاي اقدر اعرف ان مناعتي ضعيفه؟ هي عندها 23 سنه. واضح على فكره ان الجيل الجديد دول بيهتموا، عايزين يعني يطلعوا متاسسين ومهتمين بصحتهم. تعرف ازاي ان مناعتها ضعيفه؟ تعرف ازاي ان مناعتها ضعيفه؟
ان مثلا بيجي لها نزلات برد كتير، يعني المفروض البني ادم لو مناعته قويه هيقاوم شويه، لو عندي مشاكل على فكره في الجهاز الهضمي، لو عندي مشاكل في المعده، مشاكل في الامعاء، لو عندي اي مشكله في الجهاز الهضمي نجري على دكتور جهاز هضمي دايركت. يعني عندي مشكله في الحموضه، الامساك ما بيروحش، الاسهال، لازم اجري على الدكتور عشان الجهاز الهضمي هو اللي هيخلي جسمي يعرف يمتص الفيتامينات. عندك مثلا لو جالي البرد وقعد اسبوعين، لا انت كده طول الشفاء مش بسرعه. كل الحاجات دي نقص في المناعه. لو عندي نقص في الحديد، لو عملت الهيموجلوبين وعندي نقص في الحديد، اكيد انا عندي نقص في المناعه. اكيد، لان الحديد مهم جدا للدوره الدمويه. لو عندي نقص في الفيتامينات اكيد عندي، يعني لو مثلا يومنا عمل التحاليل ولقيت عندها نقص في فيتامين بي كومبلكس كله، نقص في بقيه الفيتامينز، اكيد هيبقى عندها مناعتها ضعيفه. جميل، احنا خدنا كده فكره النهارده عن ألب مالتي فيت، واخدنا فكره أوسع عن أهمية الفيتامينات لجسمنا، المكملات الغذائية، مع طبعا زي ما دكتور دينا قالت مع الطعام الصحي والأكل الصحي اللي احنا بنحاول أننا يعني نداوم عليه. دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايوناتشرلز، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا دينا، تسلمي. وبشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا.